هي نزلت لما حصل لنا ظروف. كان ليا ابني الكبير توفى، كان عامل حادثه، وفي اصغر منه، بس الاصغر منه ده تعبان في البيت علشان ساعه الحادثه اتشال من رجله وريد، فهو برضك تعبان يعني. فهي صممت ان هي تنزل معايا. الفكره جت لي انا في الاول لما كان الحال واقف يعني خالص في الشارع، كان ايام كورونا، فانا عرضت يعني على والدي اللي هو ما ايه رايك مثلا لما نعمل جروب على النت او صفحه على النت ونسوق عليها الاسماك. فبعد كده بدات العمليه تتطور وبدات تنزل على صفحه على النت. طبعا انا مش هعرف انزل ولا على صفحه على النت ولا اعرف حاجه من كده يعني بصراحه، يعني انا ممكن امسك النت اتصفح فيه بس، انما ما اعرفش اي حاجه. الناس بقت يعني خلاص، الناس بقت عارفاني، الناس طبعا بتثق، طالما انا خلاص طالما انا موجوده يبقى الحاجه هتبقى كويسه. اتطور طبعا، في حاجات كتير عرفتها في الاسماك، انواع عرفتها كلام من ده، يعني بقيت متقنه يعني الشغل شويه. لو العلاقه بينا مش اللي احنا اصحاب ما كناش هنعرف نوفق الشغل مع بعض، كانت تبقى طبعا باباها وكده وخايفه مني وانا بتكلم معاها، انا بتكلمني صاحبتي، لان حتى يعني اقرب الناس لينا عارفه ان داليا معايا صاحبتي. الناس بتتفاجئ ان انا اقول لهم مثلا لا ده انا مدرسه، ما نزلت معاه شفت قد ايه هو كان بيعاني في الشتاء، مثلا بيعاني في البرد، اضطر اللي هو ينزل من الساعه 6 الصبح في البرد في الشتاء علشان يصرف علينا اللي هو يكبرنا. المضايقات طبعا اللي بتعرض ليها طول ال 30 سنه انا شفتها في الكام شهر اللي انا قعدت فيهم هنا. رد فعلها بالنسبه لوفاه اخوها ووجودها معايا طبعا دون مش اي بنت هتعمله، فانا يعني عاوز اوجه لها رساله ان ما تجيش في يوم من الايام اكون انا يعني ظلمتها ان هي وقفت معايا او كده في الشغل دون، الشغل اللي احنا فيه دون. هو اللي رباني من الشغلانه دي، يعني هو كان الاول خالص، انت بقاله 30 سنه في الشغلانه دي، كان بعربيه طارو الاول، انت كبرتني ودخلتني كليه وخدت دبلومه وكلام من ده، انت اللي عملتني كده. مش معقول لما مثلا تكون محتاجني، حتى لو انت مثلا مش عايزني انزل اقف معاك، بس انا لا هنزل اقف.